ألف مبروك للاتحاد، هارد لك للرائد وردود أفعال هذه المباراة من جدة مع مراسلنا علي شرايا. تكتيك المباراة، المدرب غير اللعيبة زي الناس عن المباراة اللي فاتت، ففي تغييرات كده حلوة صارت في الملعب أثناء المباراة، والحمد لله ربنا وفقنا. والله شايف الروح، وأعتقد الجمهور يعني سوى يعني كيف أقول لك، أعطاهم تحافز زيادة على اللزوم، لأنه الجمهور مقطوع من زمان، وجو اللعيبة تحفزوا بزيادة من الجماهير صراحة. والله 100% صراحة ما قصروا الحمد لله، كنا متخوفين بسوى المباراة اللي راحت، بسوى ما كان يطمن، لكن الحمد لله اليوم رجعوا الثقة، وإن شاء الله فال البطولة العربية بإذن الله. التشكيلة يعني إن شاء الله فهد المولد، وعندك رومارينيو ما شاء الله شد حيله، حجازي ما شاء الله، فريق ممتع. الاتحاد دائما ما يقصر، وهذا الموسم إن شاء الله موسم الاتحاد، فالبداية كانت صعبة، فإن شاء الله الجايات أحسن يا رب. تشاهد اليوم المباراة، في تفاؤل إن شاء الله قدام يا رب.